وللحديث أكثر عن تداعيات المجزرة التي ارتكبتها القوات الحكومية في تظاهرات 25 من آيار، ينضم إلينا عبر الهاتف من الناصرية الناشط في التظاهرات كاظم ماجد. أهلا ومرحبا بك أستاذ كاظم. أهلا وسهلا بك أستاذ وبقناتكم وبمشاهديكم الكرام. حياك الله. صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها قالت إن التظاهرات في العراق تكافح من أجل البقاء رغم القمع، إلى أي مدى ترى تصميم الثوار على استمرار الحراك رغم القمع الحكومي؟ هذه ثورة شعب. بالحقيقة ثورة تشرين هي ما انطلقت عن فراغ، ثورة تشرين انطلقت من رحم المعاناة. بالنسبة للثورة قبل لا تبدأ ثورة تشرين المباركة، بدأت التظاهرات رسميا من سنة 2011 بعد أن يئست كل طبقات المجتمع وخصوصا يعني الطبقات المسحوقة بأن النظام السياسي لم يأتي لخدمة الشعب ولا يريد بناء دولة، بل جاء لخدمة جهات خارجية ولخدمة أحزابهم وقادتهم ومن له علاقات خاصة معهم. أدرك العراقيون سنة 2011 بأن هذه الطبقة السياسية يجب أن تزال بكل مكوناتها دون استثناء، حيث أعطى في وقتها الفاسد نور المالكي 100 يوم لتحسين الوضع ولتغيير الوزارات وللشروع ببناء دولة مؤسسات، ولم يفعل ما دفع المتظاهرين إلى الاستمرار بالتظاهرات وانطلاق مظاهرات طالت النظام السياسي بالكامل والطبقة السياسية ولم تستثني أحد. استمرت هذه التظاهرات حتى سنة 2018 حيث قررت جميع الطبقات العرب العراقي بأنهم سوف لن يذهبوا إلى المراكز الانتخابية بعد أن يئسوا تماما من هذه الحكومة ومن هذا النظام السياسي البائس، وخصوصا بعد أن سلم الفاسد نور المالكي ثلث العراق المحافظات الغربية حصرا إلى تنظيم داعش الذي احترفوا هم بدورهم الدواعش، قالوا نحن قد تسلمنا المناطق الغربية والمحافظات بأكملها بهورنات السيارات وبالإضاءة يعني دون مقاومة، وكان هناك 61 ألف عنصر أمني قد تم تسليم السلاح إلى تنظيم داعش، وجاء أمر نور المالكي بسحب القوات المتواجدة هناك، وكانت على ما أعتقد 3 فرق سحبها بالكامل وسلم المحافظات العراقية، وجرى ما جرى لأهلنا في الموصل وفي سامراء وفي باقي المحافظات التي وقعت تحت وطأة التنظيم الإرهابي. كل هذه التراكمات أوصلت العراقيين إلى نتيجة بأنهم قد يئسوا تماما من هذه الطبقة السياسية ولا بد من إزالتها، وقد قرروا طرد هذه الطبقة السياسية عن طريق مقاطعة الانتخابات وبشكل سلمي. وقد استمرت تظاهراتنا وتبين لنا بأن الانتخابات في سنة 2018 لم تتجاوز 19%، يعني الشعب قد رفض هذه العملية السياسية بالأغلبية الساحقة، وقد تم تزوير هذه النتائج لصالح المكونات الفاسدة، ما دفع الثوار والمقاطعين الطبقات البسيطة وأكثرية الشعب التي قاطعت الانتخابات هي من خرجت حاليا إلى ثورة تشرين في 1 أكتوبر 2019. طيب. وثورتنا مستمرة، لن يوقفنا طيب. الميليشيات أو القبض أو الاحتقان أو تعاون الحكومة مع الميليشيات أو تعاون المخابرات. طيب. مرة أخرى وخصوصا بعد مجزرة 25 من أيار، ميليشيات مسلحة تحاول اغتيال الناشطة والمسعفة انتصار ناهي بأسلحة كاتمة للصوت في العاصمة العراقية بغداد، ما هو تفسيركم لاستمرار سياسة الاغتيالات عفوا رغم الغضب الشعبي العراقي؟ هل تسمعني أستاذ كاظم؟ نعم أسمعك أستاذ. مرة أخرى وبعد ثورة بعد مجزرة 25 من آيار، ميليشيات تقوم بمحاولة اغتيال المسعفة والناشطة انتصار ناهي بأسلحة كاتمة للصوت في العاصمة، ما هو تفسيركم لاستمرار سياسة الاغتيالات رغم الغضب الشعبي العراقي اليوم؟
سيد الكريم، هي هذه الوسيلة الأخيرة لدى الميليشيات بعد أن يأست بأن ثورة تشرين لن تنطلق ولن تتوقف وأننا مستمرون بالتظاهر، فحاولوا من خلال الخطف والتغييب ووضع العبوات في أمام منازل المتظاهرين والنشطاء المستهدفين بالذات أو المؤثرين في الساحة. ونحن نعلم جيدا أيضا هذه الميليشيات وضعت لكل من المتظاهرين المؤثرين أجل معين، وهي قد وضعت كثير منهم في لائحة الاغتيالات، ولديهم أجهزتهم ولديهم مجرميهم لتنفيذ هذه العمليات. وقد تكشفت بعض الأوراق التي تثبت أن هناك ميليشيات تقوم بقتل المتظاهرين تحت أغطية دينية ومذهبية، ويدعون الجهاد والمقاومة، وهم من يقومون بقتل التظاهرات والمتظاهرين بالذات النشطاء المدنيين، خصوصا المجرم قاسم مصلح الذي تم اعتقاله قبل عدة أيام، وقد وصلتنا تسريبات بأنه قد اعترف بالكثير من العمليات التي قام بها بقتل المتظاهرين السلميين. وهناك اتصال قد عرضته والدة المغدور إيهاب الوزني، يقول لإيهاب الوزني لو كان آخر يوم في حياتي سوف أقوم بقتلك، وقد فعل هذا. وهناك تهديد قد وجهه إلى المرحوم فاهم الطائي، وأيضا تم اغتيال فاهم الطائي. جميع هذه الأوراق التي انكشفت تؤكد بأن الحكومة والميليشيات بكل أجهزتها وبكل قوتها قد حاولت إجهاض هذه الثورة، لأنها علمت علم اليقين بأن ثورة تشرين أطالت النظام السياسي في الكامل، وهذه مشكلة بالنسبة لهم. لو كانت التظاهرات تطال فئة معينة تعاونت معها جهة أخرى في سبيل كسب شعبية أو كسب أصوات انتخابية في انتخابات معينة، لكنها علمت بأن هذه الثورة تريد أن تطال كل العملية السياسية، فتم التعاون بينها. واشنطن تعبر عن غضبها من التعامل العنيف والوحشي مع المتظاهرين السلميين، وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغت المسؤولين في العراق عن غضبها. كيف ترون تعاطي المجتمع الدولي مع القمع الحكومي مع الشعب العراقي؟ إذا ممكن إعادة السؤال أستاذي. واشنطن تعبر عن غضبها تجاه المعاملة العنيفة التي تقوم بها حكومة العراق مع المتظاهرين، وإدارة الرئيس بايدن أبلغت المسؤولين في العراق عن غضبها هذا. كيف ترون تعاطي المجتمع الدولي باتجاه القمع الحكومي مع المتظاهرين والشعب؟ أول نقطة، نحن نحمل الولايات المتحدة وإدارة الولايات المتحدة كامل المسؤولية لما يحصل للشعب العراقي، فإن الولايات المتحدة هي من أسقطت النظام السابق، وهي من أتت بهؤلاء الخونة والمتسكعين والمجرمين وسلمتهم قيادة البلد، وهؤلاء هم من أسقطوا ودمروا البلد وسمعة البلد، وذهبوا بسمعة العراق إلى الحضيض، وباعوا الوطن الحدود، وسرقوا الأموال، وأهملوا المؤسسات الخدمية، وقتلوا وخطفوا واعتقلوا الكثير من المتظاهرين السلميين. بالتالي أمريكا هي من تتحمل هذه المسؤولية، وعليها أن تعال وضع في العراق وتقدم هؤلاء إلى المحاكمة بمساعدتها إلى الحكومة الموجودة، إن كانت هناك حكومة فعلا ولها النية في محاسبة قتلة المتظاهرين ومن أهدروا المال العام. عليها أن تقوم، وضمن الاتفاقية الموجودة طبعا يحق لرئيس الوزراء أن يقوم بدعوة الولايات المتحدة باعتبارها هي من غيرت العملية السياسية والنظام السياسي في العراق لمساعدته إن كان لا يستطيع، وأن الميليشيات أكثر منه قوة. على أمريكا أن تقوم بمساعدة رئيس الوزراء وتقضي على هذه الميليشيات، وتحصر السلاح بيد الدولة، وتقدم القتلة إلى القضاء لغرض محاسبتهم للأخذ بحقوق الشهداء الذين سقطوا وقد تجاوزوا 1000 شهيد منذ انطلاقة الثورة ولحد الآن، وآلاف الجرحى أيضا. من الناصرية الناشط في التظاهرات كاظم ماجد، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا في نشرة الأخبار.